موضوع علاقة الفرجة بالعلوم الإنسانية في أشكالها المتعددة من سينما ومسرح وصور. دراسة الفرجة منذ بروزها في الستينات والسبعينات من القرن الماضي كتخصص أكاديمي طائل الذات، تبوأت دراسة الفرجة مكانة مركزية في الدراسات الأنثروبولوجية والفولكلورية والمسرحية على حد سواء. وبتركيزها على السياق والصيرورة برزت دراسة الفرجة كرد فعل ضد الدراسات المرتكزة أساسا على النصوص الدرامية عوض تحققاتها الإنجازية على شكل فرجة. هدفت المهتمين والمشتغلين على الفرجة بجميع أشكالها. وبهذه المناسبة نص مغربي محمد شريف طريباني الذي راكم تجربة مميزة في السينما والمسرح وخبر علم الفرجة نشكره على قبوله. كتابتي الفكريه والنظريه في عالم السينما وقدمت قراءه نقديه في العملين ديالو اللي صدرهم. قلت محمد شريف طريبه قلت لنا انا لا ابالي حين اقول هذا لانني قريت بيركسون وقريت الفيلسوف الفرنسي ديال البنيويه على العموم سميتو غاتجيب ولا ماشي بارك في الاخر دولوز هادو كانوا مفكرين في الفلسفه قدروا ينظروا السينما ولكن التي هي دائما عباره عن مقالات مجمعه في كتاب تطرح سؤالا يبادرك مباشره عند نهايه كل كتاب سؤال بريء بليد في نفس الوقت لكن الاسئله البريئه هي الاكثر احراجا لنا وذلك حين تطال مسلماتنا التي على اساسها يصبح تفكيرنا موجها ومعقولا حين تشق هذه الاسئله البسيطه بسذاجه في الاسس التي ينهض عليها تفكيرنا السؤال يأتيك مباغتا حين يلوح فجأة وهو يستفزك قائلا ما الذي يجمع بين كل هذه المقالات على اعتبار أن الكتابان جوج منهم ديال محمد شريف طريباق هما مقالات مجمعة في الكتاب ولما أمن الكاتب محمد شريف طريباق على نفسه أن يجمع بين دفتي كتاباته مقالات لا تشترك فيما بينها في أمر ما ويصدر عناوين للكتب كأنها لكتاب جامع واحد كنهضروا على ملي كنديروا الجمع كنقولوا السينمات الوطنيه يعني بالمقابل ديال السينما الهوليوديه وكذلك السينمات المنتشره اللي هوليود ولا مصر ولا بوليود التاريخ وكيف تتمثل تاريخ السينما اي ماذا تاخذ السينما المغربيه من تاريخ السينما العالمي وماذا تعيد لهذا التاريخ كما كيقول غودار المخرج الفرنسي quand on fait un film on négocie avec l'histoire du cinéma كنخلو وكنرجعو في افق راس معالم وحدود تميز السينما المغربية عن السينمات الاخرى عن السينما الفرنسيه او السينما المصريه رغم انها هناك خصائص انها سينمات متعدده ولكن المتتبع يحس انه مثلا السينما الفرنسيه هناك سينما فرنسيه يعني هناك خصائص مشتركه بين الافلام الفرنسيه مع علم ان هذه الخصائص ليست ثابته ولا تخص الا مرحله معينه يمكن ان نسميها بطرق مختلفه مدرسه تيار اتجاهات او فتره مثلا في فرنسا نقول فتره السينما بين الحربين يعني هي فتره وهي حقبه لها مواضعها واسلوبها المميز ما اهميه الوعي بالذات وخصوصيتها اولا لامتلاك السينما لاننا ماشي حنا اللي اخترعنا السينما واعاده استنباتها محليا من ناحيه الكتابه والانتاج والتسويق لتكون هناك صناعه سينمائيه وطنيه بكل حلقاتها اي الانتاج الابداع وكذلك التوزيع وكممارسه ثقافيه واجتماعيه قادره على ان تؤدي دورها في المجتمع وان تواجه الصورة النمطية التي ينتجها عنا الآخر شرقا وغربا والذي يضعنا غرب خصوصا غربا الذي يضعنا في سلة واحدة من المحيط إلى الخارج أو على الأقل عادية لكي ننظر إلى أنفسنا بدونية أو لا نبالغ فيها حتى نستطيع أن نواجه الآخر من كل شيء استطعت وجهه سنبقى في وضع المستهلك المتفرج السلبي كذلك يرى الحياة وهي تمر أمامه وهو مستثنى منها لينتهي به المسار مسار الفرار يوما بالانفجار
ربما وهو لا يعي السبب الحقيقي لفعله، وربما يتوهم أنه يدافع عن قضية ما، لكنه في الحقيقة ينفجر ويتفجر إلا بقوة الفراغ الذي بداخله. وشكرا.